15/4/2012 معنا النشط أبو معاذ مع أحد المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي هلأ نحن في أحد الأماكن في حمص، في مدينة حمص، ورح نشوف هذا المريض اللي انبترك إجره جراء قصف أمس على حي من أحد أحياء حمص. رح نشوف رح يحكي لنا ليش انبترك إجره. هاي فترة المهلة تبعي كوفي أنون. يعطيك العافية أخي. الله يعافيك أخي. بس ممكن تشرح لنا هيك كيف صار معك، كيف انبترك إجرك وأنت وين كنت مثلا؟ قاعد بهالبيت صرنا نهارين ثلاث ايام ما عنا لقمه الخبز، طالع انا اجيب خبز لقيت جيراننا قالوا لي قوم نجيب خبز معي ثلاثه. حملنا حالنا مشينا بالشارع عجلي، ماشيين بالشارع ما سمعنا الا خبط ورانا، ردينا خبينا وردينا طلعنا وقربنا ما لقينا الا صاروخ نزل جنبنا، ثلاثه بصفات مشيوا راحوا مني استشهدوا. انا انضربت اجري شظية هون اجري هاي بحتي هاي هون هيك رايحة اجري يا لطيف، وهاي هون بخاصر خاصرتي هون كمان بالاضافة الى بتر اجرك وهون كمان هاي خاصرتي هون تأذت خاصرتي من جوا بدي عملية كمان إلى حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. الله هذا حكي أول مبارح. إيه هاي استقبالا للمراقبين اللي دخلوا، بعثونا خمس مراقبين كتر الله خيره بعثونا خمس مراقبين مشان يشوفوا الأوضاع. خمس مراقبين لا دول إلى بيت واحد بحمص. إيه الله لا يوفقهم لشارع واحد بحمص هذا. يعني انت هلا اخوه بس فينك انت تشرح لنا انتم كيف جبتوه وكيف هيك بس من تحت القصف، يعني كيف احسنتوا تسعفوه؟ احنا ما حسنا بالاول نسعفوه، يعني الصواريخ والهاون علينا متدخل مطار. الله اكبر. ما قدرنا نسعفوه اول شيء، بعد ساعتين لحتى اسعفنا. يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. وهي هي مهلتك يا ابو فعنان. نحن ما لنا عايزين مهلي، هي اجت المهلي زاد القصف علينا. يعطيكم العافيه.